العبارة finally. إن العبارة finally يمكن أن تكون اختيارية في عبارة try catch. لاحظ العبارة finally يتم وضعها بعد عبارة catch بشكل اختياري وليس إجباري، يمكن حذفها وعدم ذكرها ضمن العبارة try catch. وتفيد هذه العبارة finally ضمن try catch بأنه يتم تنفيذ ما بعدها سواء حدث خطأ أم لا، أي سواء هذا التعبير صحيح أم لا، أي حدث خطأ أم لا، سوف يتم تنفيذها مباشرة. لاحظ هنا يمكن وضع عدة تعابير بعد finally. الآن خلال التنفيذ غيرنا المسار إلى المسار الصحيح، هنا انقر على تنفيذ، لاحظ فحص، لاحظ هنا يتم تنفيذها حتى وإن تم تحميل الصورة، أي إن لم يكن هناك خطأ أثناء التشغيل يتم تنفيذها. الآن سوف نقوم بعمل خطأ أثناء التشغيل، نغير على سبيل المثال هنا إلى اسم ملف آخر أو مسار آخر. لاحظ الآن سوف تظهر أنه عليك وضع القرص في محرك الأقراص الليزرية ثم تمت معالجة الخطأ. إذن هنا سوف يتم تنفيذها أو تنفيذ جميع العبارات بعد finally سواء حدث خطأ أثناء وقت التشغيل أو لا.